أكيد طبعاً بتلعب كتير قوي على الموبايل، قولي كده بتقعد كام ساعة تقريباً؟ 5 ساعات أكتر، يعني وقت كنت بلعبه هو نص ساعة، 4 أو 3 ساعات يعني 4 ساعات 5 ساعات في الهدود، يعني ممكن أحيان بقعد أكتر. أنا كل ما ببقى فاضية بمسكه فمش بحسب قوي اليوم كله. لا لا لا، هم 5 ساعات. لا يعني ممكن أقوم شوية لو زهقت، ألعب شوية بعد كده أرجع ليه. طب قولي كده بتخلص كام مستوى في اللعبة في اليوم الواحد؟ كتير، 11 مثلا. ممكن بخلص كتير بس ما بعدش، يعني 3 أو 4 مستويات كده. أنا ما بعدش عشان الوقت بيسألني كتير. 10. انا من عادتي بلعبش كتير على التليفون. انت شكلك كده عندك لعب كتير قوي على الموبايل، قول لي كده عندك كام لعبه تقريبا؟ 30 او 40، حوالي 25. 5 مثلا. عندي 11 لعبه عشان انا بحب الرقم ده قوي. 6. هو لما اي حد بيقول لك على اي لعبه بتنزليها على طول ولا لا؟ لا يعني لو لعبه اللي هي حاساها مش كويسه بروح اسال ماما وبابا الاول، قالوا لي لا انا ما نزلهاش. لا انا بختارها من نفسي، يعني اشوفها حلوه مناسبه سني كده. لا بعرف يعني عباره عن ايه الاول وبعديها اقدر انزل. لا الاول لازم ابحث عنها واشوف لو هي حلوه او ما فيهاش حاجه، ساعتها اقدر انزلها لو هي حلوه. هي لو حلوه وعجبتني انزلها، لكن لو وحشه وما عجبتنيش مش هنزل. طب ايه اللي يخليك تنزل لعبه وايه اللي يخليك ما تنزلهاش؟ مش عارف، بس هو بيبقى في لعب تعجبني فبنزلها. ان لما اعرف ان الناس بتحب اللعبه دي قوي اقوم انزلها، بس لو الناس مش بتحبها او بيقول انها وحشه ما انزلهاش. الاول انا مش بشوفها كويسه ولا لا، هل هعرف العبها ولا لا. لما اعمل عليها سيرش واعرف عليها حاجات لو حاجه انا بحبها وبحب العبها ممكن انزلها. ايه اللي يخليكي تنزلي لعبه وبعد كده تمسحيها؟ ممكن الاقيها مش عارفه العبها او مش عارفه اتحكم في الحاجه وكده فممكن بمسحها. جربتها ممكن تكون لعبه ممله بتستجيب بسرعه، يعني مش كده، فاروح مسحها ومنزلها لعبه غيرها. زهقت منها وزهقت منها فبنزل لعبه تانية. هل بتصدقي اي حاجه بتتقال على السوشيال ميديا؟ يعني ساعات وساعات. لا علشان مثلا ممكن تبقى الناس دي تطلع اشاعات، بصدق المعلومات اما المعلومات مش قصص واقعيه. لا عشان ممكن يبقى غلط. طب هتصدقي لو قلت لك ان في لعبه ممكن تعرف المستقبل؟ لا عشان ما فيش يعني حد بيعرف المستقبل غير ربنا. لا هو طبعا مفيش الكلام ده لان ربنا الواحد هو بس اللي بيعرف المستقبل. لا عشان ما فيش حد يعرف المستقبل غير ربنا. لو نزلتي اللعبه دي ولقيتي كل كلامها صح وبيتحقق هتكملي فيها ولا لا؟ لو فعلا كل حاجه بتحصل لي هكمل فيها. ايوه لو كده ايوه، لو بتنفع ايوه هكمل فيها. هنزلها وصدق. ممكن اكمل فيها بفضول، بس يعني هما بيعرفوش المستقبل امتى. لا انا مش هكمل فيها، يعني هقلق ومش هخاف يعني. طب انت عارف ان في العاب ظهرت كده في فتره بتقول لك حط اسم حد مشهور في راسك واحنا هنقول لك هو مين؟ تفتكر هما بيعرفوا ازاي؟ ممكن تكون اللعبه تقرا افكارنا عادي. لا صعب يقراوا افكارنا. انا بحس عشان اسئله بس اكيد مش بيفكر، يعني بيقرا افكاري من المعلومات اللي احنا بنديها له. يعني ممكن يكون الاسم الحد ده مشهور فالناس كلها عارفاه، يعني مشهور جدا يعني. هو في الاول وفي الاخر يعني الالعاب دي عشان نتسلى مش عشان نعرف المستقبل. انا مش عارف ليه الناس بتصدق الالعاب اللي بتقول المستقبل اصلا، عشان ما فيش حاجه ممكن تعرف المستقبل. مش معنى اللي فيه تكنولوجيا كتير كده مش معنى اللي فيه حد عارف المستقبل.